تحول لبنان في أواخر السبعينيات وبداية عقد الثمانينيات إلى مناطق نفوذ عسكرية تقاسمها السوريون والفلسطينيون والإسرائيليون، إضافة إلى الميليشيات اللبنانية المتعددة المتحالفة معهم. لقد خضتم أروع معركة في أدق منطقة، في أشرس حرب، في أحلك زار. أقولها بشكل جازم وبمنتهى الصراحة، زحلة كانت فخا نصبه بشير الجميل لحث بيغن على التحرك. كان لابد من أحداث اختراق لهذا الجمود. بأي معنى اختراق لهذا الجمود؟ بتوريط سوريا وإسرائيل مباشرة. بدأ توريط سوريا وإسرائيل بطريق أخذت تشقه ميليشيا القوات اللبنانية من مناطق سيطرتها في جبال كسروان إلى البقاع باتجاه مدينة زحلة. فقد اعتبر قائد ميليشيا القوات اللبنانية بشير الجميل أنه لا يجوز الفصل بين مسيحيي البقاع والجبل. بعث بشير الجميل بموفد لحث الإسرائيليين على التدخل. وقد صرحت الإسرائيليين في ذلك الحين كما نعرف من خلال اتفاق الخطوط الحمر، إذا حاول الطيران السوري اختراق الأجواء يعتبر هذا إعلان حرب بالنسبة لإسرائيل. الطيارات طوافات الإسرائيل السورية تقصف مواقعنا في أعالي صنين وفي زحلة، هذه ذريحة حجة لكم بموجب اتفاق الخطوط الحمر. رميت هذه الورقة وعدت ليلا هنا. يبدو أن الورقة نجحت، فتدخل الطيران الإسرائيلي وأسقط الطوافات السورية، الأمر الذي أدى أن ردت سوريا بإدخال صواريخ سام إلى الأراضي اللبنانية. إدخال صواريخ سام يعني مشروع حرب في المنطقة، فسارع الأمريكيون إلى التدخل. فإذن بهذه الطريقة أمكن تحريك الأزمة. زحلة كانت فخا نصبه بشير الجميل لحث بيغن على التحرك. شعر بشير وآخرون أن بيغن لم ترق له فكرة عملية عسكرية كبرى في لبنان ترمي إلى تنصيب بشير رئيسا أو لإخراج السوريين أو لأي شيء آخر، ولذا نصب الفخ. ليس لدي أدنى شك اليوم في هذا الأمر، نصب الفخ لحمل الإسرائيليين على التدخل. ورغم أن التدخل الإسرائيلي أدى إلى أول اشتباك مع السوريين، فإن أحدا لم يقدر المعنى الحقيقي لذلك، ولكنه على الأرجح أدى إلى تفجير سلسلة الأحداث التي انتهت بغزو لبنان بعد عام.
بشير الجميل من كل العالم تعرف شو عمل من 75 ل 82، وبتعرف انه هو اللي ترجى الامريكيين والاسرائيليين عدة مرات باجتياح لبنان، وهذا الاجتياح كلف كثير وتبعاته كلفت كثير بعدين. يا رب 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 يا